السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الأولى، الدرس الأول. إذا اليوم عندنا الصفحة التاسعة من الدرس الأول حول الملايين والملايين. إذا ننتقل إلى الصفحة رقم 9 من هذا الدرس. إذا لدينا مجموعة من التمارين، لن نبدأ بالتمرين الرابع حول هذا الدرس من الملايين والملايين. إذا التمرين الرابع يقول: استعمل المخطط التالي وأجيب عن الأسئلة. يمثل هذا المخطط عدد السكان في بعض المدن الكبرى سنة 2015. إذا هنايا هذا مخطط بالقضبان. إذا السؤال الأول: ما هي المدينة التي سجلت أكبر عدد من السكان؟ إذا قارنا بين هذه القضبان سنجد أن مدينة طوكيو هي التي سجلت أكبر عدد من السكان خلال سنة 2015. إذا طوكيو. ما هي المدينة التي سجلت أصغر عدد من السكان؟ إذا بطبيعة الحال من الميبيان، ولهذا الميبيان يسمى ميبيانا لأنه يبين بسهولة يعني الإحصائيات. إذا نيويورك هي التي سجلت، نيويورك هي التي سجلت أقل أو أصغر عدد من السكان. إذا أرتب المدن ترتيبا تزايديا. عندما نقول تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذا لدينا خمس مدن، إذا سنرتبها ترتيبا تزايديا من الأصغر إلى الأكبر. إذا المدينة التي سجلت أصغر عدد من السكان، إذا نيويورك، ثم بعد ذلك مدينة مكسيكو، ثم ساو باولو، ساو باولو البرازيل، ثم بعد ذلك بومباي، بومباي، ثم التي سجلت أعلى عدد من السكان هي مدينة طوكيو. إذن هذا هو الترتيب التزايدي. إذا ننتقل إلى التمرين 5، أقارن وأكتب الرمز المناسب، أكبر، أصغر أو يساوي. إذا عند مقارنة الأعداد الكبيرة، أول شيء يجب أن نحسب الأرقام أو المراتب. إذا في هذا العدد لدينا ثلاثة مراتب، يعني بينما في العدد الثاني لدينا أربع مراتب، وبالتالي يعني أن هنا في هذا العدد عندنا وجود الملايير، بينما هذا العدد يقتصر على الملايين. إذا مباشرة نحدد بأن العدد الذي عدد أرقامه أكبر هو الأكبر. عندما يتساوى العددان في عدد الأرقام، ثم بعد ذلك نقارن الأرقام الكبيرة ونحن نتجه نحو الوحدات. إذا هنا مثلا في هذه الحالة لدينا مرتبة الوحدات ومرتبة الآلاف ومرتبة الملايين، كذلك هنا لدينا مرتبة الوحدات ومرتبة الآلاف ومرتبة الملايين. إذا للمقارنة نقارن الملايين أولا. إذا عندنا غنقارنوا 164 غنقارنوها مع 167. إذا تم الحسم في المقارنة فلن نتجه نحو الآلاف والملايين، يعني ما غاديش نثيروا الانتباه ديالنا هنا. الذي يهمنا هنا إذا 167 أكبر من 64، إذا انتهى الكلام، فهذا العدد أكبر من هذا العدد. ورغم وجود مثلا هنا الأعداد الأرقام المتواجدة هنا أكبر من الأرقام المتواجدة هنا، فهذا العدد دائما يبقى أكبر لأن المرتبة ديال الملايين أقوى من المراتب الأخرى. إذا ننتقل إلى التمرين السادس، ورتب كل سلسلة أعداد من الأكبر إلى الأصغر باستعمال الرمز. إذا من الأكبر إلى الأصغر، إذا غادي يكون الترتيب هكذا، من الأكبر إلى الأصغر، سواء في السلسلة الأولى أو في السلسلة الثانية. نبدأ بالسلسلة الأولى، نقارن عدد الأرقام. لدينا في هذا العدد 9 أرقام، في هذا العدد لدينا فقط 8 أرقام، في هذا العدد لدينا 9 أرقام. إذا هذا العدد هو الأصغر، لماذا؟ لأن عدد أرقامه أصغر يعني أقل. إذا العدد الذي أقل فيه عدد الأرقام أقل هو الأصغر. إذا 99 مليونا
وستمائة وثمانية وسبعون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون هو العدد الأصغر. بقي لنا أن نقارن بين هذين العددين لأنهما يعني عندهم نفس عدد الأرقام. إذن لكي نقارن الملايين فقط. إذن نبدأ بمقارنة الملايين. إذن في الملايين عندنا هنا 287 وعندنا 265. إذن شكون العدد الأكبر في الملايين؟ هو 287. إذن هذا العدد أكبر من هذا العدد مباشرة بدون الانتباه إلى بقية الأرقام سواء في الآلاف أو الوحدات. إذن 287,000 عفوا مليون و724 و900 و5 إذن و724,925. إذن العدد الذي سيليه والذي أقل منه إذن 265,000,616,805 إذن هذا بالنسبة للمقارنة الأولى. نفس الشيء سنطبقه بالنسبة لهذه الأعداد. هذه الأعداد هذا العدد يتكون من 7 أرقام، هذا من 7 أرقام. إذن كل الأعداد تحتوي على نفس العدد من الأرقام. في هذه الحالة ماذا نقارن الملايين. إذن عندنا هنا 4 ملايين، 4 ملايين، 3 ملايين. إذن هذا العدد هو الأصغر بدون يعني الانتباه إلى باقي الأرقام. لماذا؟ لأن ما دام على الملايين هو الأصغر فهو رقم الملايين أصغر فهو العدد الأصغر. إذن 3,906,211. هذان العددان تساووا في الملايين. إذن غننتقلوا نقارنهم على مستوى الآلاف. إذن على مستوى الآلاف عندنا 31,000 وعندنا 29,000. إذن ما هو العدد الأكبر؟ إذن 31,000 هو الأكبر. إذن 4 ملايين و 31,232 هو الأكبر، ثم يأتي بعده 4,029,306. التمرين السابع في العدد يحتل الرقم 8 وضع عشرات الملايين. إذن الرقم 8 في هذا العدد كيحتل عشرات الملايين. نعم. إذن السؤال هنا أحدد القيمة الوضعية. ما هي القيمة الوضعية؟ القيمة الوضعية هي واش الوحدات، واش العشرات، واش المئات، واش وحدات الآلاف، واش عشرات الآلاف، واش مئات الآلاف، واش وحدات الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، وحدات الملايير، عشرات الملايير، مئات الملايير. هذا هو المقصود بالقيمة الوضعية. إذن بالنسبة للعدد الأول 8 ماذا يمثل؟ يمثل المئات. القيمة الوضعية نتاعو هي المئات. في العدد الثاني 8 يمثل القيمة الوضعية الآلاف. في العدد الثالث يمثل 8 عشرات الآلاف. في العدد الموالي مئات 8 يمثل مئات الآلاف. في العدد الموالي يمثل 8 رقم الملايين. الملايين ثم في العدد الأخير عشرات الملايين. إذن هذا هو المقصود بالقيمة الوضعية. إذن ننتقل إلى التمرين الأخير وهو c'est un exercice en français. Donc j'écris ces nombres en chiffres. Donc شنو السؤال المقصود منه؟ غادي نكتب هذه الأعداد اللي هي مكتوبة en lettres. دابا هذا مكتوب اون ليتر، هذا اون ليتر، اون ليتر. حنا بغينا نكتبوهم اون شيفر سيتادير بالارقام. اذا اون فاليغ لو بروميير نومبر 4 مليار. اذا هنا عندنا المرتبه ديال المليار يعني هو المليار، وعندنا لي مليون، وعندنا لي ميل، وما عندناش الوحدات لي زينيتي ما كاينينش. اذا هنا 4 مليار يعني غادي عندنا المرتبه الاولى ديال المليار 4 مليار. 300 مليون في المرتبة الثانية 300 مليون. 600 ميل. إذن 600 ميل وما عندناش لي زينيتي، إذن غنعوضوهم بالأصفار. دونك هكذا. إذن هذه 600 ميل يعني هي هذه، 300 مليون يعني هي هذه، و 4 مليار هي هذه. يعني إلا بغينا نلونوهم دابا غنلونو لتحت، عندنا 10 مليار لتحت مثلا 10 مليار. عندنا 200 مليون 200 مليون
وعندنا 300000 نف 300000 وعندنا نف دونك هادو هما الاربعه ديال المراتب اللي عندنا دونك 10 مليار اذا المرتبه الاولى فيها 10 مليار هي اللي بالازرق هي اللي بالاخضر دونك هنا اذا المرتبه الاولى هي هذه المرتبه الثانيه شنو غادي نديرو فيها ثم المرتبه الثالثه ثم المرتبه الاخيره هادو هما ثلاثه ديال الاربعه ديال المراتب ديال الملايير دونك عندنا هنا في المليار عندنا 10 مليار في لي مليون عندنا 200 مليون 200 مليون في لي ميليي عندنا 300000 وفي لي زونيتي عندنا 9 اذا غنعوضو هنا اصفر وهنا تجي 9 دونك هذا هو العدد اذا بهاد الالوان كيبان كيفاش كنصيغوا العدد بسهوله نعاودو نفس الشيء دابا لتحت عندنا 1 مليار اذا في المليار عندنا مليار عندنا 100 مليون ما عندناش لي ميلي ما عندناش دونك وعندنا في لي زينيتي 101 دونك لي ما عندناش كنعوضوهم بدي زيرو دونك عندنا 1 مليار يعني هنا غنديروا 1 وهنايا دي زيرو ما بلا ما نديروهم 100 مليون يعني 100 مليون ما عندناش لي ميلي حيت ما مذكورينش غادي نعوضوهم بدي زيرو وعندنا 101 هي 101 فوالا دونك هكذا كيمكن نخرجوا ونحولوا لي نومبر اون شيفر تو سامبلومون اي فوالا سي لا فان د هاد لا سيونس كونسيرنون لي مليار اي لي مليون الملايين والملايير من كتاب الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي.